معنا من اسطنبول الحديث عن العملية التركية شمالية العراق وانعكاساتها على المشهد السياسي في كل من تركيا والعراق. معنا السيد فراس رضوان أغلو المحلل السياسي التركي، مرحبا بك. إذا تركيا واجهت ضربات جوية على لمعاقل حزب العمال الكردستاني شمالي العراق، في أي إطار تندرج هذه العمليات العسكرية؟ طبعا معلوم لديكم ان يعني تركيا لديها تواجد عسكري في الشمال العراق، وايضا تواجد استخباراتي لملاحقه العناصر الارهابيه هناك، وهذا ايضا بمعرفه وتعاون نوعا ما مع بغداد في هذا السياق. اعتقد ان بالنسبه لتركيا هناك نقطتان يعني في هذا المواجهه، في هذه المواجهه مع الارهابيين. هناك المواجهه التي تكون ضمن الجبال والتخفي في تلك الجبال، والنقطه الاخرى التي هي التواجد في مدينه سنجار وتلك المناطق، هذه اعتقد ايضا لها خصوصيه اخرى، لان التواجد في المدينه هو بحد ذاته يعني في نفس الوقت هو كما يقال فخر لتركيا، وأيضا في نفس الوقت تواجد خطير للإرهابيين. لذلك أعتقد أن العمليات ستكون على عدة أشكال، منها الطائرات لضرب الإرهابيين وأي والمسجلين في اللوائح البرتقالية والحمراء والرمادية عبر أعتقد الطيران. هناك بعض العمليات البرية التي قامت من فترة قريبة لرصدهم أو لإلقاء القبض على بعضهم، هناك من سلم السلاح في الفترة الأخيرة. البعض يقول يعني لماذا تركت الحكومة في العراق الباب مفتوحا لهذه التنظيمات وهي تتحدث عن السيادة، وما المسوغ من لأنقرة لهذه العملية؟ يا سيدي، المشكلة أن ليس فقط يعني السيادة على المدن، السيادة يجب أن تكون على كل التراب، المدن والجبال والهضاب وكل ذلك. المشكلة أن لا يوجد حتى على كثير من المناطق، وكما قلت أن أيضا ترك يعني مدينة سنجار أو أطرافها وما شابه ذلك أي كمركز تجمع مدني في الأساس يترك على أنه مفتوح للPKK، وهذا خطير، لأن في حال دخول تركيا إلى تلك المناطق بعض القوات العسكرية سنعلم تماما كيف ستكون ردات الفعل من الآخرين، وابتكار حالة من الهجوم الإعلامي لتركيا وأنها تدخل كاحتلال في الشمال العراقي وفي مدنه، هذا معروف. لذلك أعتقد أن التتابع أو المتابعة عفوا الاستخباراتية هذه مهمة في مناطق ربما المدنية هي المدن، أما في المناطق الأخرى الجبال وغيرها ستكون متابعات أعتقد ليست فقط استخباراتية بل عسكرية، وأيضا عبر الطائرات المسيرة وغير المسيرة. ذكرت في بداية حديثك أستاذ فراس عن اتفاق حكومي في بغداد مع تركيا، ولكن على أي أساس قانوني اعتمدت أنقرة في هذه العملية العسكرية وعمليات عسكرية أخرى في العراق؟ هل يعني هي اتفاقية مع الحكومة قبل عام 2003، هل ما زالت مفعلة حتى اليوم؟ هذه نعم الاتفاقيات التي أبرمت مع الحكومات العراقية مفعلة كلها في هذا السياق، لكن المبررات القانونية للتواجد التركي هناك عدة أمور، يعني مثلا المادة 51 في حال انهيار سياسي لأي دولة وتضرر دولة أخرى محاذية حدوديا يحق لها لحماية أمنها في التواجد في المناطق التي تراها لحماية حدودها، كما أيضا في سوريا وفي عدة مناطق. أيضا أعتقد التنسيق قائم، يعني بعد منذ فترة عدة سنوات أعتقد لدى بغداد المعلومات بأن تركيا دائما تعطيهم المعلومات في أنها ستقوم أنها متواجدة. طبعا المعلومات العامة ليست المعلومات العمليات حول مثلا مسألة العمليات، لكن التواجد التركي في عدة مناطق هو معلوم لدى المخابرات العراقية للجيش العراقي، وأيضا معلوم لديهم عبر وزارة الخارجية بأن ملاحقة الإرهابيين ستتم وفق القواعد التالية، وهذا أعتقد مستمر وفق الاتفاقيات وكما قلت الاتفاقيات وأيضا الاتفاقات مع بغداد. إذن شكرا جزيلا لك سيد فراس رضوان أوغلو المحلل السياسي التركي.